عبد الرحمن الأمامي ظهير أيمن فريق الأهلي، هدف جميل اليوم عبد الرحمن، شوط ثاني سيطرته على المباراة بشكل تام، وبعد خروج البطاقة الحمراء لمدافع فريق دارنس كانت السيطرة أكبر، كيف شفت الشوط الثاني والمباراة بصفة عامة؟ والله أول حاجة الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا وجبنا 3 نقاط، وهذا كلها تعليمات المدرب الشوط الثاني، يعني قال لنا نلعب الكرة السهلة، كنا نلعب على الكرة طويلة، كناش نلعب الكرة قصيرة، لعبنا الشوط الأول كلها كرة طويلة، لكن الشوط الثاني تعليمات المدرب كانت كلها الكرة قريبة، فهمت؟ الحمد لله رب العالمين وفقنا يعني. عبد الرحمن هدف غاية في الروعة بصراحة، ونهنيك عليه، ونحب نسألك لمن تهدي هدفك اليوم في مرمى دارنس بكل شفافية؟ والله أول حاجة الحمد لله ربي وفقني وسجلت الجول، نهديه للوالدة متاعي والعائلة متاعي، وبارك الله فيك. موفق إن شاء الله عبد الرحمن.